بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. كلكم يعلم أيها الإخوة أنه حينما تدعى لأداء شهادة تنطق بلسانك أنني رأيت كذا وكذا، وهذا شيء واضح وضوح الشمس، ولكن كيف تفهم قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو؟ الإنسان تراه بعينك وتسمع صوته بأذنك وتسمع شهادته، ولكن كيف يشهد الله لك أنه لا إله إلا هو؟ أو كيف يشهد لك أن هذا الكلام كلامه، القرآن كلامه؟ هذا سؤال دقيق. أما كيف يشهد لك أن الأمر كله بيده، وأنه الفعال لما يريد، وأن بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه إليه يرجع الأمر كله، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه ما من ورقة تسقط إلا هو يعلمها، كيف يشهد لك أن كل الكون بدقائقه بجزئياته بتفصيلاته بيده؟ هناك قصص قصها علينا في القرآن الكريم. امرأة تضع ثلثة كبدها في صندوق وتلقيه في اليم في النهر، ما الذي يسير هذا الصندوق سيرا معينا إلى أن يصل إلى شرفة أو إلى مدخل قصر على النيل؟ وأي غصن اعترض هذا الصندوق فوقف عند شاطئ هذا القصر؟ وأية امرأة شعرت بدافع أن تقف على شاطئ النهر؟ إنها امرأة فرعون. وكيف ألقي في قلبها حب هذا الغلام الصغير؟ وكيف امتنعت المراضع أن ترضعه امتناع، وحرمنا عليه المراضع. إذا دقائق الحياة، حركة المياه، حركة الصندوق، تحرك إنسان، محبته في قلب إنسان، هذا كله بيد الله. يعني قد يسعدك وأنت لا تملك من الدنيا شيئا، وقد يسقي الإنسان وهو ومعه كل أسباب الدنيا، معه المال الوفير، ومعه الصحة، ومعه الزوجة، ومعه البيت المريح والمركبة الفارهة، وهو أشقى الناس. وقد يسعدك وأنت في السجن أحيانا، فالله عز وجل يشهد لك، تأخذ بالأسباب كلها ولا تنجح، وقد لا تأخذ بها اضطرارنا تهاونا، وقد لا تأخذ بها اضطرارا فتنجح. عرفت الله من نقض العزائم، وهذا شيء يعني بس يحتاج الأمر إلى من يتفهمه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. في عند بعض المفسرين آراء لطيفة حول أولي العلم، من هم؟ بعضهم قال الأنبياء عليهم السلام أولو العلم، مقام النبوة مقام علم، مقام الرسالة مقام علم وتبليغ، مقام النبوة مقام علم، مقام الرسالة مقام علم وتبليغ معا. وقال بعضهم هم المؤمنون، لأنه ما من مؤمن إلا وعنده الحقيقة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه.
على كل هناك ملمح لطيف هذا يسعدنا جميعا. قال لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لو كان في خلقه جميعا أحد أشرف ممن طلب العلم وممن تعلم العلم وممن علم العلم لقرنه الله مع اسمه. ما هؤلاء الذين قرنوا مع اسم الله؟ هم الذين طلبوا العلم، فطلبكم للعلم شرف كبير ومنحة عظيمة، وهو عطاء الأنبياء. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. لكن الله عز وجل أعطى المال لمن لا يحب. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أعطى الملك لمن لا يحب، أعطاه لفرعون. أعطى المال لمن لا يحب، أعطاه لقارون. أما العلم والحكمة، ما أعطاهما الله إلا لمن يحب. قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فإذا سمح الله لك أن تطلب العلم، وإذا سمح الله لك أن تصغي إلى أهل العلم، وإذا سمح الله لك أن تعلم العلم، وإذا سمح الله لك أن تخدم أهل العلم، وإذا سمح الله لك أن تكون في خدمة العلم، فهذا وسام شرف كبير، وهذا أعظم عطاء إلهي. لبعض علماء القلوب كلمة أنه حيثما وردت كلمة العلم في القرآن فإنما تعني العلم بالله، علم بالله. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيها الإخوة، شيء آخر يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن اسمعوا هذه الحقيقة: من دعي إلى الإسلام بدعوة هزيلة، دعوة سطحية، دعوة غير متماسكة، دعوة متناقضة، من دعي إلى الإسلام من خلال داعية لا يطبق ما يقول ولا تجد مصداقية فيما يقول، من دعي إلى الإسلام بمضمون غير علمي وبأسلوب غير تربوي وبتناقض بين القول والعمل، هذا المدعو إلى الإسلام بهذه الطريقة ليس مبلغا عند الله، لأنه ركب في أعماقنا أن الله عظيم وينبغي أن يكون دينه عظيما، ينبغي أن يكون شرعه عظيما. الأمر حدا ببعض العلماء إلى أن يقول: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، مصلحة كلها، فأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، من العدل إلى الجور، من الحكمة إلى خلافها، ليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. إن الدين عند الله الإسلام. والذي يلفت النظر أنك إذا قرأت آيات القرآن تفاجأ أن كل الأنبياء على الإطلاق وصفوا بأنهم مسلمون. إذا في دين واحد عند الله عز وجل، هو أن تعرفه وأن تستسلم له. العبرة أن تطيع الله، أن يرى هذا في كلامك، في حركاتك، في سكناتك، في بيتك، في عملك، في مشيك في الطريق. أتغض البصر عن محارم الله أم تملأ عينيك من الحرام؟ هذا الإسلامي. فبالمعنى اللغوي إن الدين عند الله أن تكون مطيعا لله، هذا التدين الحقيقي.
أما في آخر الزمان صار التدين تقاليد وعادات وفلكلور، يعني ثقافة، علم، مظاهر، استعراض. يقول لك مثلا الآثار الإسلامية شيء جميل، مكتبة إسلامية، الزخرفة الإسلامية، الخط العربي الإسلامي، الخط الزخرفة الإسلامي، كله صح، بس نريد إسلاما، نريد كما كان الصحابة كانوا يعرفون الله ويطيعونه. هي أشياء مادية زخرفية، يعني سميها حضارية إن شئت، سميها تراثية إن شئت، أما الإسلام أن تطيع الله فقط. واحد اصطاد عصفور لمأكلة، لغير مأكلته، صياد موسم صيد، راح على الصحراء معه سيارته، شاف عصفور، قال هذا العصفور يأتي يوم القيامة له دوي كدوي النحل، يقول يا ربي سله لما قتلني. والله تحاسب عن عصفور، تحاسب عن هرة حبستها امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. من هو الذكي؟ قبل أن يفعل شيئا يهيئ جوابا لله عز وجل. كيف ينجو من حساب الله؟ هذا المؤمن. لذلك إن الدين عند الله الإسلام. التدين الصحيح أن تخضع لله في كسب مالك، في إنفاق مالك، في إطلاق بصرك، في استخدام أذنك، في استخدام لسانك، في استخدام حركاتك وسكناتك، تحاسب إلى هذا المستوى. هذا الحق، هذه النصوص. أما بتقول الأستاذ زودها، هذا موضوع ثاني. أنا أنقل لكم ما في الكتاب والسنة، أنقل لكم كلام خالق الأكوان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بتقول لي ما بقدر، بقول لك أنت ترد كلام الله، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني هناك اختلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات، وهناك اختلاف قذر أساسه الحسد والغيرة والتنازع على المصالح والرئاسات، وهناك خلاف ممدوح، خلاف التنافس. خلاف التنافس محمود، وخلاف البغي والعدوان مرزول، والخلاف الطبيعي معذور. في عندنا خلاف معذور صاحبه، وخلاف قذر، وخلاف محمود. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والحمد لله رب العالمين.